وسمو الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس مجلس الأمناء حفظهم الله جميعا ذخرا للوطن وأهله وللشجرة المباركة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإمارات السادة ممثلي وكالة الأنباء العربية والأجنبية بالإمارات الأخوة الحضور والأخوات الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم وأشكر حضوركم هذا ونقدر عاليا الدور الذي تلعبه. أيها الحضور الكريم، إن الدعم الذي تحظى به تقريب ساعة 30 عام ملخصا باللغة الإنجليزية لبعضهم التجربة والتقييم من اللجنة العلمية لا مشروع، والآن تسوق ثمار البرح في مرحلة الرطب في غير وقت.